بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن النيونيتال ريسبيراتوري ديستريس. ريسبيراتوري ديستريس means difficulty of breathing. بيعبر عن نفسه بايه الريسبيراتوري ديستريس كلينيكالي؟ كلينيكال ساينز اوف ريسبيراتوري ديستريس. اول حاجة جريد 1 تاكيبنيا. تاكيبنيا يعني ان increased respiratory rate عن النورمال رينج فور ايج. الايج احنا بنتكلم عن النيونيتال بيريود. النورمال ريسبيراتوري ريت في النيونيتس من 40 ل 60 بريس بير مينت، وبالتالي كلمه تاكيبنيا تعني ريسبيراتوري ريت اكتر من 60 بريس بير مينت. جريد 2 ريتراكشنز، دي الريسيشنز بتبقى فيزيبل ريسيشنز، بنشوفها على الابدومن وعلى الشيست ديورنج انسبيريشن. ممكن تكون سوبرا ستيرنال او سب كوستال او انتر كوستال ريتراكشنز، ودي هيجي لها صوره دلوقتي. جريد 3 الجرانتنج، دي اللي هي بالعربي يعني الطفل بينت، دي ممكن تتسمع بالسماعه وممكن تبقى اوديبل من غير سماعه. جريد 4 هو السنترال ساينوزس. طيب دي الاربعه كاتيجوريز الرئيسيين او الاربعه ايتمز اللي بنعتمد عليهم ان احنا نحدد الجريدز بتاعه الريسبيراتوري، وهنستخدمهم بعد كده واحنا بنعمل سكورينج سيستم الداون سكور. تمام، طب ايه تاني ممكن يجي بيه؟ اشهر حاجه النيزل فليرنج اللي احنا بنقول عليها الوركينج الى نيزاي، دي طبعا بتبقى واضحه جدا. زي ما قلنا السنترال ساينوزس، ممكن كمان يبقى فيه بالور او موتلينج على حسب السيفيريتي بتاعه الكونديشن وعلى حسب الكوز. ممكن يكون فيه ابنورمال بريس ساوند زي السنورنج او الاسترايدر، ودي اشهر حاجه. دي الاماكن في الصوره اللي قدامنا محدده السوبرا ستيرنال ريتراكشن، وفي الانتر كوستال ريتراكشنز والسب كوستال. دي كمان اهي، دي ده منظر المكان ما السهم بيشاور، ده السب كوستال ريتراكشنز ودي الانتر كوستال ريتراكشنز، دي بتبقى واضحه ديورنج انسبيريشن. السكورينج سيستم الداون سكور، هو في كذا سكورينج سيستم، في الداون سكور ده اشهر حاجه احنا بنستخدمها، في حاجه كمان اسمها سيلفرمان سكور، بس احنا اللي هنعتمد عليه الداون سكور فور ريسبيراتوري ديستريس. زي ما قلنا هم الاربعه كاتيجوريز الرئيسيين الريسبيراتوري ريت، وفي معانا الريتراكشنز الجرانتنج والساينوزس، وبنزود عليهم الاير انتري. بياخدوا ارقام 0 1 و 2 زي ما كنا بنعمل في الابجار سكور بالظبط. اقل حاجه اللي هي الارقام اللي بتاعه 0 دي اللي هيبقى ما فيش فيها ساينوزس، ما فيش ريتراكشن، ما فيش جرانتنج، الاير انتري بتاعه كلير، والريسبيراتوري ريت وذين نورمال رينج اللي هو اقل من 60. رقم 1 هيبقى بالنسبه للساينوزس، هيبقى فيه ساينوز بس في الروم اير، ده ما ادينالوش اكسجين لسه خالص، بيبقى فيها مايلد ريتراكشنز. الجرانتنج بتاعه ما بيبقاش اوديبل من غير السماعه، لازم السماعه عشان نسمع صوت النته. الاير انتري بيبقى فيه ديكريز اير انتري. الريسبيراتوري ريت بيبقى فيه تاكيبنيا بس من 60 ل 80 بريس بير مينيت. رقم 2 بنديه الحالات اللي اكتر شويه سيفير، ده بيبقى فيه ساينوزس في 40% اف اي 2. يعني ايه؟ يعني العيان علشان يمنتين التارجت ساتوريشن وما يكونش فيه ساينوزس، هيكون محتاج ان احنا نديله فراكشن اوف انسبايرد اوكسجين واخد اف اي 2 اكتر من 40%. بيبقى فيها سيفير ريتراكشن، الجرانتنج بتاعه بيبقى مسموع من غير سماعه، الاير انتري بيبقى سيفيرلي ديكريزد بيرلي ايدبل، والريسبيراتوري ريت بتاعه بيبقى اكتر من 80 بريس بير مينيت او يكون فيه سيجنيفيكانت ابنيه. طيب احنا هنحط الارقام وبنعمل انتربريتيشن. الانتربريتيشن لو اقل من 4، الرقم اللي طالع معانا المجموع الارقام اللي حطيناها اقل من 4، يبقى مفيش ريسبيراتوري ديستريس. من 4 ل 7 في كلينيكال ريسبيراتوري ديستريس، اكتر من 7 ده سيفير ريسبيراتوري ديستريس اللي هو تقريبا هيبقى في امبيندنج ريسبيراتوري فيلير. داون سكور شود بي نوتد افري 30 مينتس تو 1 اور تو مونيتور بروجريشن اوف ريسبيراتوري ديستريس، لازم بنعيده تاني علشان ناسس المانجمنت بتاعنا، احنا بنتحسن ولا ما بنتحسنش ولا بنسوق، علشان نعرف هننقل الخطوه اللي بعدها في المانجمنت ولا لا. فده مش بيتعمل في الاول بس، ده بيتعمل في الاول وبنتابع بيه بعد كده. دي الايتيمز اللي هنراجعها تاني علشان نتابع الحاله بتتحسن ولا ما بتتحسنش. طيب ايه هي اسباب النيونيتال ريسبيراتوري ديستريس؟ هو ليه اسباب كتير، في حاجات بالمونري وفي حاجات اكسترا بالمونري. البالمونري كوزس هنبدا من اول الاير واي خالص، ان نيزل كوزس، في ممكن كوانال اتريزيا، وطبعا سبيسيفيكلي هتبقى البايلاترال كوانال اتريزيا. اورال ممكن يكون في الهايبوبليزيا اللي في المندبل او الماكروجلوسيا، اي حاجه هتعمل اوبستراكشن للاير واي. لارينجيال زي اللارينجوميليشيا او اللارينجيال ستينوزس او الكورد باراليسز، لان الكورد باراليسز بيخلي الفوكال كورد في الميديان او البارا ميديان بوزيشن، فبتعمل اوبستراكشن برضه في الايروي.
تراكيو ماليشيا، تراكيا ليستينوزس، تراكيو اوسيفيجيا الفيستولا، على مستوى البرونكس البرونكيا ليستينوزس. بالنسبة لللنج دي أشهر أسباب طبعا، أو أهمهم على الإطلاق الريسبيراتوري ديستريس سندروم، وده هنتكلم عنه دلوقتي، وده بيبقى أشهر حاجة. ده الموست كومن موربيديتي في البري تيرم، في ترانزيانت تاكيبنيا أوف نيو بورن، ودي أشهر أسباب الريسبيراتوري ديستريس في الفول تيرم، في ميكونيوم أسبيريشن سندروم، ودول أشهر 3 أسباب على الإطلاق. نيونيتال نيمونيا طبعا، كونجينيتال نيمونيا، ممكن يكون في لانج كولابس، سيست، أو كونجينيتال لوبر إنفيزيما. كونجينيتال لوبر انفيزيما دي بيبقى فيه انفيزيما في وان لوب من اللنج او ممكن اكتر، وبتعمل كومبريشن على السراوندينج لانج تيشو، وبالتالي بتقلل الجاز اكستشينج، وده بيبقى سبب الريسبيراتوري ديستريس. وفي البرونكو بارمونري ديسبليزيا، دي اللي هي الكرونيك لانج ديزيز اللي بتبقى موجوده في البريترم، وغالبا بتبقى بعد الريسبيراتوري، بتبقى نتيجه تعرض للاكسجين زياده، بيبقى البيبي بريترم وجاي بريسبيراتوري ديستريس واحتاج اكسجين ثيرابي، قعد عليه فتره طويله اكتر من 28 يوم، وبالتالي يبقى دخل في كرونيك لانج ديزيز. كرونيك لانج ديزيز في هذه الحاله بيبقى اسمه برونكو بايمونري ديسبليزي. البلورال كوزس، النوموثوراكس طبعا اهمهم، والبلورال افيوجن. ايه هي الاكسترا بايمونري كوزس؟ ممكن تكون كاردياك كوزس اهمهم طبعا البي دي اي، وفي البيرزيستنت فيتال سيركيوليشن اللي هي بيرزيستنت بايمونري هايبرتنشن، والهارت فيلير طبعا. الهارت فيلير من ضمن التريات بتاعه المعروف، لازم هيكون فيه التاكيبنيا والتاكي كارديا. هيماتولوجيكال كوزس، سيفير انيميا والبوليسايسيميا. الهايبوكلايسيميا هتيجي بريسبيراتوري ديستريس، الهايبوثيرميا هتيجي بريسبيراتوري ديستريس، والميتابوليك اسيدوزس. ميتابوليك اسيدوزس التاكيبنيا بتاعتها اللي هي اللي احنا بنقول الكوزمول بريسنج، ده بيبقى نتيجه ان احنا بنعلي البيشنت، بيبقى ككومبنساتوري ميكانيزم بيعلي الريسبيراتوري ريت علشان يقلل السي او 2 علشان يوازن البايكارب القليل. طيب السنترال كوزس، الانتراكرينيال هيموريج، هايبوكسيك اسكيميك انكيفالوباثي، والبرينيتال اسفيكسيا، وفي الانفكشن المينينجايتس. كل الحاجات دي هتعمل البيبي هيجي يعبر عن نفسه زي ما قلنا اهم سبب هيبقى ريسبيراتوري ديستريس سندروم. احنا عايزين بس نبقى فرقين في الترم ريسبيراتوري ديستريس هو difficulty of breathing عموما بكل اسبابه. ريسبيراتوري ديستريس سندروم ده الديزيز اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، كلينيكال سندروم. RDS is a syndrome of respiratory distress, occurs almost always in preterm infants due to lung surfactant deficiency. Incidence and severity of RDS are related inversely to gestational age. بمعنى كل ما كان gestational age أكبر هيبقى الريسك والسيفيريتي بتاعة ال RDS أقل. يعني ال preterm من 34 أسبوع غير ال 32 غير ال 28 أسبوع، كل ما gestational age بيزيد الريسك والسيفيريتي بتاعة ال RDS بتبقى أقل. اللنج سيرفكتنت ده عبارة عن ميكشر اوف فوسفوليبيد اند سيرفكتنت بروتينز، بتبقى بروديوسد من نيماتوسايتس تايب 2، بيبدأ افرازها في الاسبوع العشرين من الجيستيشن وبيكون ماتيور عند 35 اسبوع. وده يفسر ليه الديفينيشن بيقول الريسبيراتوري ديستريس سندروم بتحصل دايما دايما في البري تيرم، لان هو بعد وقت البري تيرم بعد 34 او 35 اسبوع بيبقى السيرفكتنت موجود، وبالتالي الوقت بتاع السيرفكتنت ديفيشنسي بيبقى اقل من 34 اسبوع، والسيفيريتي بتاعته بتزيد كل ما قلنا في جيستيشنال ايج. هو ايه وظيفه السيرفكتنت؟ السيرفكتنت ده سيرفس تنشن لورينج ايجنت، ده بيقلل السيرفس تنشن اوف ذا فلويد لايننج الالفيولاي. وده بيعمل ايه؟ ديورينج الانسبيريشن هي فاسيليتيت جود اكسبانشن في الالفيولاي، فهيحسن الجاز اكستشينج، وات ذا اند اوف اكسبيريشن بيريفنت الكولابس بتاع الالفيولاي. لو السيرفكتنت مش موجود عند الاند بتاع الاكسبيريشن، اللانج كومبلاينس هيبقى قليل، فالالفيولاي هتكولابس وقت الاكسبيريشن، هو بيمنع ده. وبالتالي اللي بيحصل في الار دي اس، سيرفكتنت ديفيشنسي هيزود السيرفيس تنشن او ذا فلويد لايننج الالفيولاي، هيقل اللانج كومبلاينس زي ما قلنا، وبالتالي اللي هيحصل ديورنج الانسبيريشن الالفيولاي مش هتبقى انفليتد بالقدر الكافي، ووقت الاكسبيريشن هتبقى كولابسد. وده اللي باين تحت في الصوره. الصوره اللي على الشمال ده منظر النورمال الفيولاي اكسباندد تمام وبيحصل منها جاز اكستشينج كويس. الصوره اللي على اليمين ده منظر الالفيولار اتليكسس نتيجه الكولابس في الالفيولاي ات ذا اند اوف اكسبيريشن.
زي ما قلنا الـ diminished lung compliance هيعمل diffuse alveolar atelectasis، هيزود الـ work of breathing، وهيعمل impaired gas exchange و hypoventilation. ده هيعمل hypoxia، hypercarbia و acidosis. الـ hypoxia هتعمل ايه؟ طب ده طبيعي في قلة الأكسجين، هيحصل pulmonary vasoconstriction، هيبقى فيه alveolar hypoperfusion. الـ alveolar hypoperfusion ده هيقلل الميتابوليزم بتاع الـ type 2 nematocytes، وبالتالي هيقلل تاني، يبقى فيه more decrease في الـ surfactant. ده دايجرام بسيط اهو موضح الباثوفيسيولوجي. السيرفاكتان ديفيشنسي كبدايه، واللي هيبقى سببها طبعا بشكل رئيسي البريماتيوريتي، هيعمل اتيلكسيس، هيعمل هايبو فنتيليشن، هيعمل هايبوكسيا، هايبر كابنيا، بالمونري هايبر تنشن، وبالمونري فازو كونستريكشن. البالمونري فازو كونستريكشن هيعمل بالمونري هايبو بيرفيوجن، ده زي ما باين على الشمال، هيشتغل على التايب 2 نيماتوسايتس، هيقلل الميتابوليزم، وبالتالي هيقلل السيرفاكتان، تبقى في سيرفاكتان deficiency. وبعد وهيعمل ايه تاني؟ البلمونري هايبوبرفيوجن هيعمل اندوثيليال وابيثيليال دامج، ومن هنا جه الاسم بتاع الهايلاين ممبرين ديزيز، هيعمل بلمونري هايلاين ممبرين ونيكروزس، وده هيعمل سيرفكتانت ان اكتيفيشن، وبالتالي احنا عندنا السيرفكتانت قليل واللي موجود كمان ان اكتيفيتد. طيب ايه هي الريسك فاكتورز؟ increase risk of RDS. مين يبقى increase risk؟ البريماتوريتي طبعا، ده most important cause، ال infant of diabetic mother، ال C-section، prenatal asphyxia وال hypoxic ischemic encephalopathy. وفي other causes زي ال second twin، ال male sex، أو ال RDS في another sibling. الحالات اللي هي المعرضة decreased risk of respiratory distress، لو كانت الأم طبعا بتستخدم ال antenatal steroid، وعلشان كده ده طبعا هنقوله item منفصل ومهم جدا في ال prevention of RDS. maternal hypertension، premature rupture of membrane، و maternal narcotic addiction. ايه ال clinical manifestations؟ زي ما قلنا احنا هنلاقي ال clinical signs كلها بتاعة ال respiratory distress، دي بتبدأ shortly after birth على طول، او within hours يعني مثلا من 2 لـ 6 ساعات بعد الولادة. طبعا زي ما قلنا signs of respiratory distress، التاكيبنيا والريتراكشن، الجرانتنج والساينوزس في بعض الحالات لو كانت سيفير، تمام، اللي هي بيبقى ليه progressive course، وممكن يبدأ مايلد أول يوم أو اتنين، وبعد كده هنحس إن احنا الوضع ممكن يكون بيسوء. المايلد كيسز هيحصل فيها، هيتاخد الكورس بتاعها، وبعد كده يبدأ يحصل gradual improvement بعد 3 لـ 5 أيام، وطبعا وهيتحسن أكتر طبعا لو خد السيرفكتنت، هو ده الـ specific therapy بتاعه. الحالات الـ severe ممكن تتعرض لـ complications أو المورتاليتي. investigations طبعا اهم حاجه على الاطلاق الشيست اكس راي ستيج 1 يبقى فيها فاين ريتيكولو جرانيولار موتلينج، ستيج 2 جراوند جلاس ابييرنس بيبان الاير برونكوجرام طبعا وديكريز لانج فوليوم، ستيج 3 بتبقى سيفير شويه بيبقى فيها ديفيوز اوباسيتي، بس ما زلنا بنحدد اللانج يعني كان بي ديفرنشيتد فروم البوردرز اوف ذا دايفرام اند هارت. ستيج 4 دي اللي هي وايت لانج، ودي اكتر حالات بنشوفها طبعا، ودي بيبقى الوايت لانج اللون بتاعها ما بنعرفش نفرقه عن البوردرز بتاعه الدايفرام والهارت، ودي هيجي لها صوره دلوقتي في الاكس راي. بنعمل ايه تاني؟ بنعمل بلاد جازس زي ما احنا قايلين، بقى فيها ريسبيراتوري اسيدوزس، ممكن يكون فيها ميتابوليك اسيدوزس، وطبعا بيبقى فيها هايبوكسيا. بنعمل ايكو عشان اكسكلود البي دي اي كسبب للريسبيراتوري ديستريس، والسيبتك ورك اب عشان اكسكلود السبسيس. دي صوره الاكس راي، اول صوره رقم 1 دي اللي هي الريتيكلو جرانيولار موتلينج. صوره رقم 2 بدا يبقى فيه هيزنس اكتر في اللانج، والاير برونكوجرام واضح طبعا في الصوره. ستيج 3 باين جدا الاوباستي بتاعتها بتزيد، بس ما زلنا قادرين نحدد، ما زال في جزء فيه اريشن، وقادرين نحدد اللونج من البوردرز بتاعت الهارت والدايفرام. واضح جدا في رابع صوره ان الاير برونكوجرام هو ده شايفينه موجود، واللونج كلها وايت لونج. دي اللي هي ستيج 4. طيب البريفنشن، avoid risk factors، واهمها تماما البري ماتوريتي لو طبعا لو ينفع.
انتي نيتال استرويد ثيرابي، ودي اهم حاجه يعني، اهم ده يعني دي اهم حاجه في البريفنشن بتاع الار دي اس، هو الانتي نيتال استرويد. امتى بنديه؟ بنديه للبريجننت وومن اللي هي برون للبري تيرم ديليفري اقل من 34 اسبوع، لان هو ده الوقت اللي بيبقى هاي ريسك. بنبدا نديه من الايدج اوف ليجال فيابيليتي من 24 اسبوع لغايه 34 اسبوع. الميكانيزم بتاعه هو بينهانس السيرفاكتانت برودكشن واللونج ماتوريشن. الدوز احنا ممكن ندي بيتا ميسازون وممكن ندي دكسا. البيتا ميسازون بتاخد 12 ميلي جرام انترا ماسكولار، بيبقوا 2 دوزس، الفرق بينهم 24 ساعة. الدكسا ميسازون بتاخد 6 ميلي جرام اي ام، دول بيبقوا 4 دوزس كل 12 ساعة على مدار يومين. احنا ممكن ندي سكند كورس لو لسه في لو لسه في ريسك اوف بري تيرم ليبر، بس بيبقى بعد من اسبوع لاسبوعين. واهم حاجه ان يبقى في 24 ساعه ابارت عن الدليفري. طيب ايه هو التريتمنت؟ supportive treatment incubator care. هن support circulation، هيدي IV fluid البلازما الدوبامين عشان metabolic acidosis. support nutrition oral أو parenteral، وطبعا يفضل في الحالات السيفير أو اللي فيها السكور بتاعها عالي أو والريسبيراتوري بتاعها معدي 80، ان احنا بندي parenteral feeding، ما بنديش oral. الاورال ده للحالات المايلد فقط. الانتيبيوتيك هنبدا انتيبيوتيك بس طبعا بعد ما نكون سحبنا البلاد كلشر. البلاد كلشر كجزء من السيبتيك ورك اب عشان اكسكلود السيبسز وعلشان تبقى جايد لينا في الانتيبيوتيك. فهنبدا الانتيبيوتيك افتر اوبتيننج البلاد كلشر. هنوقف الانتيبيوتيك من 3 ل 5 ايام لو البلاد كلشر جت نيجاتيف. respiratory support الاكسجين ثيرابي، الحاله دي بيبقى فيها زي ما قلنا هايبوكسيا وبيبقى اللانج كومبلاينس قليل، وبالتالي احنا محتاجين نحسن نشتغل على الجزء بتاع الكومبلاينس، نحسن الفنتيليشن ونحسن الجاز اكسشينج عشان نحسن الاكسجينيشن. اول حاجه يعني الحالات يعني بالديجري بتاع السيفيريتي، الحالات المايلد شويه ممكن ترتاح على الاكسجين في الحضانه اللي هو الانكيبيتور اكسجين. لو ما ارتاحتش بننقل على حاجه اعلى من كده، ممكن تحط على هيد بوكس، ممكن تحط على نيزل كانيولا. في لو فلو نيزل كانيولا اللي بتدي لغايه 2 لتر، وفي هاي فلو نيزل كانيولا معانا من 6 ل 8 لتر. في السباب كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر، ده اللي هو الرسمه بتاعته موجوده في الصوره قدامنا، ده زي النيزل كانيولا بس بيدي على بريشر اعلى، وده بيدينا حاجه اسمها البيب اللي هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، يعني بيدي بريشر ات ذا اند اوف اكسبيريشن، بيمنتين الالفيولاي اوبن فبتحسن الجاز اكسشينج. اللي هو مكتوب ايه؟ سباب كيبس الفيولاي اوبن ات ذا اند اوف اكسبيريشن. الخطوه اللي بعد كده لو ما ارتاحش على السباب وما حققش عليه، بننقل على الميكانيكال فنتيليشن. ايه الانديكيشنز بتاعه الميكانيكال فنتيليشن؟ لو كان البي او 2 اقل من 50 ملم مركري، السي او 2 اكتر من 60، البي اتش اقل من 7.2 ديسبايت يوزنج 100% اوكسجين، يعني الاي فاي 2 بتاعه وصل ل 100% ومازال لسه ده شكل الغازات بتاعته والبي او 2 بتاعه قليل. بيكون بيدخل في فريكوينت ابنياز، لان طبعا السباب محتاج يكون العيان فيه سبونتينيوس بريزنج او يكون في ماركت ريتراكشن وساينوزس. السبيسيفيك تريتمنت زي ما قلنا هو السيرفاكتانت ثيرابي، زي ما هو السبب الرئيسي في الباثوفيسيولوجي، كل الباثوفيسيولوجي مبني على ان مفيش سيرفاكتانت، وبالتالي هو العلاج السبيسيفيك ان احنا ندي السيرفاكتانت. في كذا بريباريشن، وفي حاجات سينثيتك وفي حاجات انيمال سورس، بس احنا اكتر حاجه بنستخدمها حتى الان هي السيرفانتا. السيرفانتا بتتاخد على 4 مللي بير كي جي بير دوز عن طريق اندوتراكيال انتيوبيشن. في كذا ميثود دلوقتي اندر ستادي وفي حاجات بدات تتطبق، بس مازال اكتر حاجه مشهوره طريقه ادي بيها السيرفانتا هي عن طريق الاندوتراكيال تيوب. السيرفاكتانت ممكن يعمل ابنيه، ممكن يعمل براديكارديا، ممكن يعمل نيموثوراكس، وممكن طبعا يعمل بالمونري هيموريدج. ايه الانديكيشن بتاعه السيرفاكتانت في حالات الار دي اس؟ اي حاله احتاجت اف اي 2 40% او اكتر تو مينتين التارجت ساتوريشن، او ان هي تكون احتاجت انتيوبيشن ديورنج ريسوسيتيشن في الدليفري روم. كومبليكيشنز اوف ار دي اس،
الأكيوت كومبليكيشنز أهمها طبعا الإير ليك سيندروم، نيمو ثوركس أو نيمو ميديوستاينم. ده ممكن يبقى أكتر مثلا وقت الريسوسيتيشن، الأجريسيف بيجينج أو زودنا للبريشر، وهي لانج نون كومبلاينت، ممكن يكون من السرفكتنت. فطبعا دي من الموست كومن كومبليكيشنز. الميكانيكال فنتيليشن في حد ذاتها من ضمن الريسك فاكتورز تو ديفلوب نيمو ثوركس يعني. الانفكشنز، انتراكرينيال هيموريج، البي دي اي with increasing left to right shunt، ال heart failure و pulmonary hemorrhage especially بعد ال surfactant، زي ما قلنا هو من ضمن ال complications المشهورة لل surfactant. ايه هي ال chronic complications؟ pulmonary dysplasia طبعا دي اهمهم على الاطلاق، دي اللي هو chronic lung disease اللي خاصة بالحالة اللي احنا فيها دلوقتي نتيجة برضو زيادة التعرض للأكسجين. retinopathy of prematurity نفس الكلام برضو عشان ال exposure to oxygen وال oxygen free radicals، و neurological impairment وخصوصا اللي على long term. طيب هنتكلم بعد كده عن الترانزينت كيبني اوت نيوبورن. الار دي اس دي كانت اشهر الاسباب على الاطلاق، واشهر حاجه في البري تيرم، اشهر سبب اوف ريسبيراتوري ديستريس في الفول تيرم هو الترانزينت كيبني اوف نيوبورن. دي بناين كونديشن، دي على عكس الار دي اس، هي سيلف ليميتد ريسبيراتوري ديستريس وبتبقى بناين خالص، بتافكت مينلي الفول تيرم انفنت. هنا كان الايتيولوجي السيرفكتان ديفيشنسي، هنا السبب الرئيسي هو ديلي كليرنس اوف فيتال لانج فلويد. وبالتالي في الريسك فاكتور هنلاقي اول حاجه مكتوبه طبعا السيزيريان سيكشن، لان ديورنج النورمال ديليفري السكويز بتاع البيبي في البيرس كانال ديورنج الدليفري ده بيفضي المفروض الفيتال لانج فلويد اللي موجوده، وبالتالي السي سيكشن بتحرمنا من الحته دي، فبيبقى لسه البيبي نازل ما زال لسه فيه جزء من اللانج فلويد موجود. ماتيرنال دايابيتس، بيرينيتال اسفيكسيا، والاكسس ماتيرنال انالجي. كلينيكال مانيفيستاشنز، respiratory distress starting within few hours after birth في full term infant. respiratory distress بيبقى مين لي اهم حاجة فيه التكيبنيا، التكيبنيا بتاعته respiratory ممكن يعدي ال 100 breath per minute، بيبقى فيه retraction وممكن يبقى فيه grunting. السينوزس بيبقى very rare، ده في حالات سيفير، وغالبا لما بنلاقي السينوزس لازم بنكسكلود الكونجينيتال نيمونيا، وهي benign condition بتريزولف within 2 to 3 days. بشست اكس راي بيبقى فيه increased bronchovascular marking، هايبر انفليشن في اللنج، و فيشرال افيوجن او فلويد في الكوستوفرينيك انجل. التريتمنت انكيوبيتور كير او ريسبيراتوري سبورت، بيحتاج اكسجين ثيرابي غالبا حالات التي تي ان، ممكن تحتاج النيزل كانيولا او تحتاج السباب، ريرلي ان هي تكون محتاجه ميكانيكال فنتليشن، وبتريزولف ايرلي في خلال 3 ايام. لما الكورس بيزيد عن كده او احتاجنا ريسبيراتوري سبورت اكتر من كده، او الحاله سيفير عن كده وبقى فيها ساينوزس واحتاجت ميكانيكال فنتيليشن، دايما لازم نحط في دماغنا الديفرنشال دايجنوز، وبنحط كونجينيتال نيمونيا معانا، كونجينيتال نيمونيا والسبسس لازم تبقى اكسكلودد. طيب اخر حاجه هي الميكونيوم اسبيريشن سيندروم، تمام. دي برضو من اهم الاسباب اللي بتعمل respiratory distress. دي عبارة عن disease causing respiratory distress affect mainly the post term infant، term و post term infant، او ال infant exposed to intrauterine hypoxia. ليه؟ ال intrauterine hypoxia هتعمل relaxation في ال anal sphincter، passage of meconium لل amniotic fluid، هيبقى في meconium stained amniotic fluid. لو الميكونيوم ده aspirated، ده اللي دي اللي احنا بنسميها الميكونيوم aspiration syndrome، يعني ممكن يكون في meconium stained amniotic fluid بس البيبي ما يكونش aspirated في الميكونيوم ده. ايه مشكلة الميكونيوم ده لو كان aspirated؟ هو viscid material، هتعمل obstruction في الاير في الايرواي. لو عملت complete obstruction هعملها نفس معاملة الفورم بودي، لو عملت complete airway obstruction الاير اللي في الالفيولاي ده هيبقى absorbed، هتعمل atelectasis في الحتة دي. لو في partial airway obstruction هتعمل زي البول اند فالف، هيبقى الاير انتري هيبقى تمام، هيدخل الاير مع الاسبيريشن ومش هيعرف يخرجه وقت الاكسبيريشن، وبالتالي يعمل اير trapping وهيبقى عرضة للنيموثوركس. والاسبيريشن نفسه الالفيولاي طبعا في للميكونيوم هيعمل كيميكال نيمونايتس وسكندري بكتيريال انفكشن. كلينيكال مانيفيستاشنز، هيستوري اوف بوست تيرم ديليفري او انترايوتراين هايبوكسيا تكون سببت المشكله دي، ميكونيوم ستيند اميوتيك فلويد طبعا، ميكونيوم ستيند سكين امبلايكال كورد والنيلز، وده بيبقى مع اللونجر ديوريشن، يعني غالبا لما بنلاقي النيلز كمان ستيند بنعرف ان هو كان فيه ميكونيوم مثلا اكتر من 6 ساعات.
variable grades of respiratory distress granting cyanosis is common و very common كمان لو حالات كانت aspirated. chest x-ray هيبقى فيها هي تبقى heterogeneous lesions, هيبقى في ممكن يكون في patchy coarse infiltrates, هيبقى في hyper inflation في اللنج وخصوصا في الاريا اللي فيها الاير trapping, هيبقى ودي ممكن تعمل pneumothorax, وممكن يكون في atelectasis طبعا زي ما قلنا لو كان في complete obstruction للايروي. التريتمنت انكيوبيتور كير وريسبيراتوري سبورت وقعد على حسب السيفيريتي بتاعه الحاله. دي اهم حاجات, دي اهم ثلاث اسباب طبعا اللي زي ما قلنا ريسبيراتوري ستريس سيندروم وترانزيت تراكيبني اوف نيو بورن والميكونيوم اسبيريشن. دي اهم ثلاث حاجات نبقى احنا عارفينهم في من ضمن اسباب الريسبيراتوري ستريس. ثانك يو.